أحبائي، السلام عليكم. تمنى تكونوا بخير وعلى ألف خير إن شاء الله، والأمور على ما يرام. يوم بإذن الله كما كتشوفوا معايا على طاولة العمل غادي نقدم لكم واحد الحلوى بمناسبة عيد الفطر، باش تاخذوا أفكار. وتحت طلب كذلك واحد الأخت مشتركة معنا في القناة، الأخت نضال، قريت التعليق ديالها قالت لي اختي عافاك ديري لنا شي حلوى تكون سهله واقتصاديه. بغيت نقول لكم بين قوسين انا ماشي حلويه، يعني نقول لكم بروفيسيونيل وكنعرف، ولكن هذاك الشيء اللي كنعرف غادي نتقاسمه معكم، ما غاديش نبخل عليكم به. مهم هذه حلوى جد اقتصاديه وسهله. لهذه الحلوى ان شاء الله غنحتاجوا 4 ديال البيضات، 125 غرام ديال الزبده، كاس تاع الزيت، جوج كؤوس تاع السنيده. هنا للاشاره فقط يمكن لكم تعبروا بكاس العنبه بالنسبه للبنات اللي في المغرب، اما بالنسبه للبنات اللي ما متوفرش عندهم كاس العنبه فالمهم كاس واحد تشدوا به نفس العبار. قشور تاع ليمونه مبشوره، مربى المشمش، نتوما يمكن لكم تستعملوا اي مربى كتفضلوا، جوج بياض ديال البيض. غادي نحتاج كيس تاع الخميره تاع الحلوه، الدقيق كيبقى على حسب الخليط. وهنايا كما كتشوفوا كاوكاو انا طحنته هنا بجلوفو، درته في الفرن تحمر شويه وطحنته، خليته شويه هكا مهروش كما كنقولوا. انا غادي نوريكم راهو ما طحنتوش كامل، انا يعني استعملت 250 غرام تقريبا وما طحنتهاش كامله، طحنت غير هذاك الشويه تنشوف الا خصني ونزيد. صافي هذه هي المكونات، غادي نبتديو على بركه الله. كما كتشوفوا حيدت هادو على جنب، بياض البيض والكونفيتور والكاوكاو، لان هادو كيبقاو تزين غنخليهم هما الاخرين. هنا درت شويه واحد قبيسه ديال الملح البنات. غادي نجيب مباشره الزبده ديالي، لازم تكونوا خرجتوها من الثلاجه من قبل هكا كما كتشوفوا باش تساعدنا على الخدمه، وغادي نخدمها هي والسكر. بسم الله. ولا ما بغيتوش ديروا الزبده البنات يمكن لكم ديروا جوج كؤوس تاع الزيت. انا بغيت ندير فيها الزبده والزيت، كما كتعرفوا ملي كنديروا الزبده والزيت كتجي هشيشه اكثر. نخدم هادو مزيان باذن الله حتى يذوب ليا شويه السكر ويتجانسوا ليا مع بعض، ونرجع لكم باذن الله. صافي كما كتشوفوا السكر جالس ليا مع الزبده ديالي، غادي نزيد مباشره الزيت. انا خدمت هنا بالمارغرينه البنات، نتوما يمكن لكم الا كنتو في المغرب تخدموا باللذه، واحد النوع تاع الزبده عندنا غزال كيخرج الحلويات رائعه، اولا بالمارغرين اولا كما قلت لكم جوج كؤوس تاع الزيت كما بغيتو. صافي هانتوما، غادي نجيب البيض ديالي. غادي نخدم كذلك هاد العناصر تيتجانسو ليا مزيان. معليش غادي نطول عليكم في الفيديو، ولكن راه كاينين كما كنقول لكم دائما البنيات المبتدئات غادي نزيد قشور تاع الليمون، يمكن لكم ديروا الفانيليا الا ما بغيتوش تحركوها بقشور تاع الليمون، حنا كنديروا الحامض. انا غنخدم هادشي مزيان ونعاود نرجع. صافي من بعد ما خدمت هاد الخليط ديالي مزيان غادي نبدا نزيد في الدقيق، كما قلت لكم كيبقى على حسب الخليط، تتبان لكم العجينه تلمت وتكون رطبه شويه، رطبه يعني ماشي قاصحه، وكتخرج تبارك الله كميه كبيره هاد الحلوه هادي.
وغادي ندير واحد الكيس تاع الخميره ديال الحلويات كما قلت لكم. صافي بسم الله وكنبدا نخلط حتى كيتجانسوا ليا حتى كنتحصل على واحد العجين كما قلت لكم. على هاد المنوال هذا نظن راه كلشي كيعرف يجمع الحلوى. كما كتشوفوا عباقة غادي نزيد الدقيق للاشاره فقط البنات، انا مغربله الاحسن تغربلوه باش تحيدوا منه هذوك الشوائب اللي كيبقاو، وكذلك ملي كتغربلوا الدقيق كما كنقول لكم دائما الحلوه ديالنا كتبقى كتجي خفيفه وهشيشه. صافي غادي نكمل ونرجع لكم. صافي من بعد ما جمعت العجين ديالي البنات ها هو كما كتشوفوا، غنقربوا لكم الكاميرا كيكون بهذا الشكل هذا. هنا خديت هذاك صفار البيض خلطته شويه بهذه الطريقه هذه. صافي وغادي نبداو نشكلو. بسم الله كتاخدو واحد شويه ديال العجين وكديرو واحد كويره هكا على شكل غريبه، الحجم يمكن لكم نتوما تحجموه تحكموا فيه كبير ولا صغير. كنجيبوه مباشره كندوزوه في بياض البيض غير من واحد الجهه التحتانيه، كنهزوه بهذه الطريقه وكنحطوه هنايا في هاد كوكاو، وكنكون وجدت الاناء اللي غادي ندخلو الفرن. غادي نقرب لكم كما كتشوفوا، وكناخذوا الاصبع ديالنا وكنتكاو عليها الوسط باش كنديروا واحد الثقب، ولكن ما كنهودوش حتى لتحت البنات باش ما نتقبوهاش من التحت. غادي نجيب لكم واحده باش تشوفوا، هانتوما تشوفوا من اللور مسدوده ومن هنا ها هي متقوبه، باش هاد فهاد الثقب هذا هو اللي كنديروا فيه داك المربى ديالنا. غادي نعاود معكم بالنسبه للبنيات المبتدئات الحجم نتوما اللي كتحكموا فيه، وكتخليو بيناتهم لي سباس البنات حيت كاين الخميره. هانتوما ماشي الا بغيتو تسربيو الخدمه كما كندير انا. صافي غادي نرجع هادي اللورا البنات تنخدمها انا من بعد باش ما نطولش عليكم، وغادي ندير معاكم غير هادو نتوما كندوزو في بياض البيض كنهزوها مباشره كنديروها في كاوكاو وكنجيو كنحطوها في الصنيوه اللي غندخلوها الفران. انا دي الطريقه اللي كنخدم بها باش ما كنتعطلش. بالطريقه بياض البيض كاوكاو وكنحطو دابا غادي نقرب لكم الصنيوه باش تشوفوا بهذه الطريقه هذه. صافي كنجيبوا هذا الاصبع ديالنا وكنتكاو عليها الوسط البنات حتى كنديروا واحد الثقب كما كتشوفوا. صافي راهي ساهله راه ماشي صعيبه، يعني الاخت طلبت مني حاجه سهله درت ليها الحاجه اللي سهله وكتعجبني كذلك انايا. شوفوا صافي هذه هو الشكل ديالها، هذه هي الخدمه ديالها. انا غادي نكمل كل شيء في هذه الاثناء، راه درت الفرن ديالي كيسخن على درجه حراره 180، غندخل هذا الطب في الفران ونتلقى معكم كي نخرجها من الفرن ان شاء الله. صافي كما كتشوفوا حبيباتي احبائي من بعد ما خرجتها من الفرن انا راه باقي ما كملت واحد الكميه باقا عندي هنا، مي بغيت غنوريكم هذا هو الشكل ديالها كي كتخرج من الفرن غير كتولي لنا داك اللون الذهبي من التحت. صافي كنطفيو عليها
كنجيبوا المربى ديالنا ديال المشمش، من الاحسن يكون المربى اللي جاري صافي، وكنبداو نعمرو بهذه الطريقه هذه. انا غنوريكم عباش نتلاقى معكم في طبق تزيين، الطبق النهائي صافي. كنكملوا بهذه الطريقه، من هنا راه باقا سخونه صافي. كنكملوا بهذه الطريقه عادي، دوك الثقوب اللي درناهم كنعمروهم بالمربى فوالا. غنقرب لكم وحيده، هذا هو الشكل. انا غنكمل كلشي بنفس الطريقه ونتلاقى معكم ان شاء الله في الطبق النهائي. حبيباتي احبائي، هذا هو الشكل النهائي الطبق ديالنا ديال الحلوه، من بعد ما زينتها بالمربى ستفتها وقدمتها على هذا الشكل. وانتم يمكن لكم تقدموها كما حبيتوا. هنا كما كتشوفوا راني قسمت لكم وحده حيت كان فيلمي بايد وما نقدرش نقطع لكم بايد، ولكن راه هشيشه. شوفوا البنات انتما غرب صبع واحد قطعتها، كتجي هشيشه وكتجي لذيذه واقتصاديه. وشوفوا تبارك الله الكميه اللي كتخرج، يعني كميه كثيره. هذه راه تقريبا واحد كيلو لاروب تاع الطحين، كل واحد على حسب الطحين ديالو واش كيشرب ولا لا. المهم كتجي زوينه. نتمنى نكون وفيت معك اختي نضال كما وعدتك في التعاليق. كان هذا الفيديو ديال اليوم، نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، وإلا عجبكم ما تنساونيش من الدعم لي، لايك، الاشتراك في القناة ديالي وتفعيل جرس ليصلكم كل جديد. واللي مازال ما نضمش الوصفات نونو يضغط على الزر الأحمر تحت الفيديو، ولما لا تبارطاجيو الفيديوهات ديالي مع الأهل والأحباب إلا عجبكم بطبيعة الحال، فضلا وليس أمرا. غادي نضرب لكم موعد فيديو قادم بإذن الله. دمتم في رعاية الله وشكرا على المشاهدة.